عبد الصمد من كازا. مرحبا، تفضل اخوي عبد الصمد. شي مزيان، الحمد لله بخير، وعلى خير الحمد لله. تفضل. قول لي، ما بغيت نعرف، انا ما عنديش ماشي ديال السياسة، قول لي المصير ديال الصحراء، مسير الصحراء شنو؟ كيفاش مسير الصحراء؟ المصير ديالها. حكيت 50 عام وانا انت تنتبه اش وخا تقول، انت اش تسميها، انت تسميها المغربية ولا الغربية؟ المغربية على الأب والجد. باش مغربية. المغربية راه الراية تتفرفر وتركب من الرباط الراية مالها؟ الريفي، الراية مالها؟ تتفرفر في العرجاء في تفرفر؟ الشيل. لا تتفرفر، هو كان واحد الراية، حتى كان واحد الراية، راية اسبانيا، كانت تفرفر حتى هي فم في 75. هوني كانت في 75، هوني كانت من قبلها راية مغربية، أما الصحراء فين كانت؟ ايه، كانت شي راية يا غار 75. 75، من نعم. 75 الى 1884 كانت واحد الراية اسبانية تفرفر في الصحراء الغربية. هوني قبل هذا التاريخ اللي قلتي، اش من راية كانت؟ ماني عارف، اعطينا الراية اللي كانت تفرفر في، كانت شي راية كانت تفرفر في، كانت شي احكي راية لنا. مغربية تفرفر. كان قبل ما تحتل هذيك منين اسبانيا، كانت تفرفر؟ كانت شمن راية كانت تفرفر؟ دل المغرب. اعطيني شكلها مثلا، اعطيني شنو فيها هذا الراية. ملكة ديال اسبانيا، ملكة اها، ديال لا، اسبانيا. هذيك الراية المغربية اللي كانت تفرفر في الصحراء في هذاك الوقت، شنو شكلها؟ اش فيها؟ اش من لون فيها؟ اش مرسوم فيها؟ المهم كانت مغربية. وانا اعرف هي مغربية غيرها، والناس باغين يعرفوا اش من راية، اش فيها، واش هي الراية واللي كاينة عندكم اليوم حمراء وفيها نجمة خضراء ولا لا؟ لا، ما كانش الراية اه، حمراء، اش من راية اللي كانت؟ كانت الراية للعرب، رايتاش؟ راية للعرب كانت اللي راية كانت العرب؟ أندلس. أندلوس، كيفاش رأيت العرب؟ أندلوس. المغرب راه عنده 500 عام في القرن ديالو، 500 كم قرن ديالو ما عندهاش شرير. رأيت العرب؟ كيفاش رأيت العرب؟ راية المغرب كانت تما، راية اي، مغربية. هي غير شنبت هذه، اعطيني وصفها لي هذه رأيت العرب. ما عارفش الوصف ديالها، انا كنت ديك ما الساعه من عارفش. هنا كنت ما عارفش والمغرب الوصف ديالها. كم عمره المغرب؟ راه عندها 500 قرن اللي عندها في التاريخ ديالها، كم؟ 500. 500 قرن؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي رباط البقرة في الليل، منين يكمل من ربيط البقرة يمشي للتيك توك، يطلع في التيك توك يدافع على الصحراء المغربية. لا يكمل من ربيط البقرة ويجي، سبحان الله، لا حول ولا قوة. تفرفر قال لك، لا حول. مهاجر برشلوني، تفضل مهاجر، تفضل مهاجر، تفضل تفضل. بالرسول، تفضل بالرسول، بالعيد، تفضل. دائما عرفونا بأنفسكم والمكان من فضلكم، تفضل. كبسوا من فضلكم، كبسوا. كبسوا من فضلكم. أنوار سيتعدل. أنوار، هو مشي مشي مشي، وجد العصير، مشي وجد العصير وتعالى إن شاء الله. رانا قلنا لك اللي تعدى على راسه، احنا ما نتعداو على حد، ولكن اللي تعدى على راسه راه اللي يلقى راسه خارج الحساب. والسلام عليكم. عزيز تفضل، عزيز تفضل، عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مغربي أبا عن جد، اسمك مغربي من أبا فضلك، عن جد و عزيز اسمك من فضلك. من منين عزيز ولا اخر المغرب؟ من منين من المغرب؟ من المغرب، من الرباط العاصمة. الرباط، تفضل.
حنا طارحين واحد السؤال على المسيرة، بغينا الناس تحكي لنا على المسيرة، كيفاش تمرت، كيفاش حررت إيه هايك الأرض. تفضل. في النظر ديالك انت، مسيرة كانت مغربية مستحقة ولا غير مستحقة في النظر ديالك انت شاب؟ خويا عزيز، خويا عزيز، انا نعم ما اخويا، نعم انا نطرح عليك السؤال، نطرحت عليك انا السؤال، طرحت السؤال باش بغيتك سؤال انا انت خفيف بغيتك انت سؤال. اسمعني، اسمعني اسمعني، نعم انا انا معك. بغيتك انت سؤال ما يدخل في سؤال، باسكو الا دخل سؤال في سؤال ما نعم نتقدمه. واش لان عندك هو في الجواب؟ الاصل واش عندك الجواب ولا لا؟ صحيح، لو عندك الجواب قولها لنا، ننزلوك، ما عندنا مشكل، ما عندنا حتى مشكل. تفضل. ماشي مشكل. شنو السؤال اللي قلتيه؟ هو الصحراء. حكينا على المسيرة، حكينا على المسيرة انا وكيفاش لما نجي نحكي على المسيرة غادي نرجعوا للتاريخ، التاريخ في المغرب فين كان شاد اصلا. سمعتيني؟ نرجعوا للتاريخ والمغرب فين كان شاد اصلا، وشكون السبب ديالنا باش الصحراء كانت غادا تمشي في الصحراء المغربية. كمل ياك كمل احنا بصراحة، راهم الناس معاك هون باغيين يعرفوا التاريخ ويستفدوا منه. شنو الاسباب اللي خلات الصحراء انها، سمعتك انت مع الاخ قلت له كانت الرايه كترفرف رايه اسبانيا، ياك ياك هذه النقطه اللي سمعتها انا. انا سولتك، انا بغيتك الجواب، انا بغيت منك الجواب، انت بغيت هي منك الجواب. كانت رايه مغربيه قبل ما تكون اسبانيا. شمن رايه كانت؟ مغربية. اوصفها لي. انت وصفها لي، انت ما عارفش الراية لا انت المغربية؟ لي، لا لا انت لي مني توصفها لي. كطرح السؤال ما اسكو عارفش شوف، يعني اسكو هذه شوف، سؤال اسمح لي، اسكو شوف، السؤال هذا اسمع هذا اسمع سؤال. اسمع يا نعم اخي، اسمع. طاطط، نعم انت تتكلم وانا نتكلم، ما يسمعون الناس. لا انا طرحت اسمعني السؤال، واسمعني، انا تقول لي كي دايره اسمعني الراية المغربية. اسمعني. شوف انا انا، معك شوف انا منين قلت لك جاوب سكت وسمعت لك. بإمكاني أنت انا حتى معك أنا نقاطعك، حتى أنا يام. بإمكاني أنت مقاطعك، تفضل تفضل. ولكن أنت منين تتقاطعني وتدخل كلامي وأنا كلامك، الناس ما يستفدوا ولا شيء. اسمون، وصف لنا هذيك الراية اللي كانت قبل إسبانيا، الراية المغربية اللي مغربية قلت لي. مغربية وصفها لي، وصفها لي، أعطيني حمراء اللون ونجمة ديالها. خضراء لما خمس إيش من سنة؟ إيش من سنة؟ سنة عشان نقول لك قبل السبعينات، في الستينات. الراية هذه الراية الحمراء اللي عندكم فيها النجمة هي الخضراء. ديما كانت ايوه، وشكون اللي صاب لكم هذيك الراية؟ مغاربة أبناء جد مغ مغاربة. جدودنا. ومنين كانت هذيك اسبانيا؟ فم قلعوا لكم الراية ولا خلوها؟ فم خلوها معلق. السبب اللي خلاهم باش بغاو يقلعوها، ولدابا الآن ما قلعوهاش. علاش؟ لأن المقاومة المغربية قوية. هذا هو اللي غادي الفكرة اللي ما عندكش. أنا المقاومة، كان كيفاش نزود لك المقاومة؟ شوية ربما معلومات، كيفاش ربما المقاومة كيفاش كانت المقاومة قوية؟ المقاومة المغربية. لا كيفاش علاش مثلا؟ قلت لك، أنا أنت دخلتي لي السؤال اللي هي طرحت عليك أدرك، باش هي شوف، هي دخلتي لي السؤال. كانت الراية. سمعت اسمع واسمع، دائما من نبغي نتكلم معك اسمعني، باش أنا معك أنا فاتح معك. الساعة اللي كانت عندكم هذيك الراية، هذه الحمراء اللي فيها النجمة الخضراء، في برافو. 1884 كانت معلقة في الصحراء هيك، أي وبقات معلقة إلين إلى يومنا هذا إن شاء الله. ولكن أنا شفت واحد النهار، شفت في 75 شاب ذاك بن سودة، تسمع بن سودة؟ أي كون هو بن سودة؟ بن سودة مغربي، أنا عرفته بن مغربي، سودة ديالنا شكون هو؟ ديالنا. شكون هو ديال ايه ديالكم؟ ما شكون هو؟ عقلش، كان ولكن بن سودة كان يمكن ما عقلتش. المهم انا نقول لك، ما هو انا ديالنا نقول لك، لأنه كان هو اول كمنصب، اول عنده عامل منصب اول عامل اول عامل عينه منصب. الحسن الثاني في الصحراء، في هذيك الصحراء اللي تسموها انتم مغربي، مشى ونزل واحد الرايه، وهذيك الرايه كانت اسبانيه. لا هي قبل منها شنو كان؟ هذا هو المشكل، كانت مغربية. ولكن قلت لي كانت راك انت معلقه، خايب كانت غير دائما معلقه. من 84. ولكن اللور ما قلت لي خليتيش من 84 لتحت. لا قلت لي انت هي كانت معلقة، كانت معلقة هذيك الراية لا المغربية. كانت الراية مغربية معلقة قبل. ولكن هو، لكن نزل هو لا لإسبانيا لان وطلع كانت هذيك. لان اسبانيا كانت بغات تستعمرها. هذا باش نكون باش كانت بغات تستعمرها وخلتها معلقة. اي والمسيرة، احكي لي على المسيرة، كيفاش مشيتوا حررتوا المسيرة هذيك؟ هو شوف المسيرة هو شعب
باش نقولوا شعب، نعم شعب بصغاره وكباره، ربما المعلومه راه عندك انت. لا لا انا ما عندي سؤال ولا شيء، هما ما الناس عندكش، باغين ما يعرفوا، عندكش معلومه. مسيره والناس باغين نظمت وانطلقت، مسيره نظمت نظمت وانطلقت، وانطلقت، حتى نظمت الولايات وانطلقت. المتحده الامريكيه اتصلت بصاحب الحسن الثاني رحمه الله، نظمت، فقال لها اسمح لي لقد غير انطلقت اسمح لي المسيره. اسمح لي نعم، اسمح لي، شكون اللي نادى لهذيك المسيرة؟ الحسن الثاني رحمه الله، والشعب معاه مشى معاه؟ شعب، نعم، تضامنا مع الشعب، ايه، وكيفاش مشاو شعب بعدين؟ مع كيفاش ملكته. مشاو؟ وكيفاش مشاو كيفاش بعدين؟ مشى؟ نظمت ايه فانطلقت، هي نظمت نظمت فانطلقت. فانطلقت، فانطلقت. ايه، ومنين وصلت؟ وصلت، ردينا الأراضي الصحراوية ديالنا. كيفاش رديتوها؟ كيفاش ردينا؟ ايه بالمسيرة الخضراء. نعرف المسيرة، غير كيفاش مثلا؟ ايوا، كل منين شيء لحقتوا بالمسيرة. فم؟ منين لحقتوا فم؟ واش تصارعتوا مع اسبانيا ولا ما تصارعتوا مع هاول؟ نو، ما تصارعناش، خديناها لأن عرفونا على حق. ايه، ما سمعتي؟ تصارعوا معاكم الا شافوكم جايين ومشوا. فانسحبت إسبانيا ايه شافتكم شافتكم بموافقة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ايه غير شافتكم جايين، شافتكم جايين، جمعت باريسها هي ومشات. شافتنا جايين، هربات، صافي. يكون ومنين دخلتوا؟ منطقي منين دخلتوا؟ السؤال ديالك، نتمنى ومنين تكون دخلتوا؟ منطقي منين في دخلتوا؟ السؤال ديالك، فهمتيني؟ منين دخلتوا؟ منين تكون دخلتوا؟ منطقي منين في دخلتوا؟ السؤال ديالك، لا أولا لن منين تكون دخلت؟ متحيزا. ومنين دخلتوا؟ اسمعني يا اخي، طا 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 طا، اسمع، منين دخلتوا؟ مش من بلاصه دخلتوا؟ كيفاش مش بلا منين جاي من بلاصه مش من دخل؟ منين مكان دخلنا دخلتوا ولا بهذيك قول لي الساعه؟ منين دخلتوا ومنين خرجتوا؟ قول لي منين دخلتوا ومنين خرجتوا في الاخر. دابا قول لي الرايه منين دخلتوا؟ رفعت، فما اسمح لي، الرايه رفعت ياك، الرايه رفعت، شكون يهبطها؟ هبطها انا شفت واحد بن السيد سودة، فقتي بن سودة، بن فقتي سودة، شفتي بن واحد سودة، السيد كيهبط فيها. بن سودة، هذاك اسمح بن لي سودة هو نسولك، اللي انت اش من مواليد؟ اسمح لي نسولك، اش من مواليد انت؟ ما بلا فايدة، ما خارج لا النص، لا، فائده عندي بالنسبه لي خارج انا، النص. عندي كما لا لا، سولك. احنا شوف، نو، احنا شوف، احنا كحوار شوف، شنو هو؟ اش بين الناس معايا مثلا ولا شنو؟ لا، ناش غادي ما يمشيش الافكار ديالك، ما تمشيش بعيدا. نقاش ودي، لاش مثلا؟ لاش؟ نقاش ودي، فهمتيني؟ لأن الناس، شوف، الناس باغية تفهم هذا الشيء ديال المسيرة، ولكن راك اما مازال ما الناس، فهمتنا ولا شيء. اسمح لي، الناس اللي ما فاهماش راه ترجع للتاريخ، هذا هو اللي القصد اللي نقول لك انا. ولكن الناس اللي ما فاهماش ترجع للتاريخ. ولكن لو الحسن نظرنا الثاني، وراء للتاريخ لعرفنا كأهمية. واسمع اسمع، طا طا طا، اسمع، انت مالك مبرمج شوي، اسمع اسمع. منين مشيتوا لهذيك الصحراء ودخلتوها؟ انا اللي في راسي بان الحسن الثاني قسمها مع موريتانيا. اقسمها النص ولا اقسمها طرافة ولا اقسمها كيفاش اقسمها؟ اشرح لي باش نعرف. اقسمها مع موريتانيا، اقسمها كيفاش مع اقسمها؟ موريتانيا. عطيني كيفاش اقسمها، ماني عارف، انا سمعت قالوا يقسمها. كيفاش شنو اقسمها مع موريتانيا؟ شنو الهدف؟ اعطيني الهدف، شنو موريتانيا؟ ماني هي عارف، كاين ماني اخذ، عارف، انا اخذ ماني ورد. الحسن الثاني، انا ماني نو، الحسن كاين الثاني. شي حاجه بلاتي، كاين شي حاجه كتعطاه هكاك لله في سبيل الله في الاراضي بحال هكاك. ولكن هي منطق، صحراوية. انا كنهضر ولكن منطق. شوف، انا ما عندي، اسمع لا اسمع، انا مثلا لا انا لا لا مغربي اسمع، ولا انت جزائري ولا تونسي ولا عندي بحال بحال. اسمع نعم، اسمعني اسمعني، هي مغربية الصحراء. برافو، دابا انا متفق انا واش وياك، هي مغربية الصحراء؟ مغربيه ابان عن جد. ولكن شفت انا الحسن الثاني قسمها مع موريتانيا. انت شفتي فين؟ شفتي بعينك؟ هادشي علاش هو سولتك باش جايبه؟ انتم هادشي علاش عندكم، سولتك؟ انتم نو، هادشي عندكم علاش واحد، سولتك؟ اسمح لي، عندكم واحد هادشي علاش الذكرى. سولتك؟ واسمع العمر اسمع ديالك، واسمع لان اسمع، هما كاين واحد ربما الذكرى عندكم اسمها 14 غشت 1979، اسمها هذيك الذكرى. ذكرى، انت قلتيها ذكرى غشت، اي انت 14 قلتيها غشت ذكرى غشت. 1979. شنو باش نعرف، انت باحث في هادشي ديال السياسه هذا؟ احتفال عندكم، الخارجية. يلا، كيف النمر لا، 10 ايام باش ما شوف، نقول لك واحد المساله. احنا جا تاريخنا معروف، الحمد لله لا على كل حول حال، ولا قوة الحمد إلا لله. بالله. ومغرب، واش اسمح لي اسمح لي نقول لك، يعني الصحراء اسمح لي نسولك، المغربيه اسمح لي فهي نسولك عزيز، مغربيه ابان عن جد، اسمح لي، دوله اعتراف، اسمح فنحن لي ان عزيز الولايات عزيز المتحده. اسمح لي عزيز نكمل، انا عزيز قاطعني، اسمح لي عزيز، اسمح ونعطيك لي الكلمه، اسمح لي، اسمح لي اسمح لك ونعطيك على الكلمه. السؤال، اسمح اسمح، لك على السؤال، شوف، اسمح لي خليني انا ما اسمح لي قاطعتكش. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. واش عشيت الكلب ولا مازال ما عشيت الكلب؟ انت عشيتيه؟ لا حول ولا قوة،
مازال مع الشركه. لا حول ولا قوه. مازال مع الشركة.